هذا الكلام مو صحيح، لأنه أصلاً لليوم مثلاً لليوم أكو كثير من النزلاء الموجودين في السجون العراقية تحت هذا العنوان، هم أيضاً جزء من الشباب الذين كانوا يقاومون المحتل الأمريكي، زين، ومصنفين بعنوان 4 إرهاب، من ضمنهم أولاد التيار الصدري، من ضمنهم أولاد فصائل أخرى موجودين لا زالوا بالسجون، ما شملتهم كل المواد، لأن أكو اعتبارات معينة، يعني هذا أكو قضايا إجراءات قانونية وحكومة ودولة وتنظر الموضوع بهذا الطريقة. اعتبرت مو هاي الحكومة ولا الحكومة القبلة اعتبرت أنه مثلاً دق العشارية 4 إرهاب، كثير من القضايا التي تحدث من يتم القبض عليهم يودوهم للقضاء من يسمعون دق عشارية راسم تحت 4 إرهاب. ليش إنه إحنا نقول إنه سنة؟ خو بس صدق تصير بشيعة، وأنا أهمي أنا طمنة أقول له راح تصير أنقص بالمرحلة القادمة إذا ارتكبت أي أعمال في داخل أيضا جغرافي الوسط الجنوب، هم راح يشمنون بهذا المادة. إخوان إحنا لو نروح، إحنا لو عندنا قضاء ونثق به ونحترمه ونقدره ونقول إنه إحنا نحتكم للقضاء والقانون، لو إحنا نروح نجتهد بكيفنا نقول ها والله هذا القضاء مو زين، هذا القاضي مو منصف، هذا القاضي راح مثلا طلع الشيعي والكردي وراح مثلا فقط السني سجنه. انا قلت في بدايه الحلقه قلت لك نعم اكو ناس تم اعتقالهم وهم ابرياء عن طريق ما يسمى بالمخبر السري مثلا. انا اللي حكيتها قبل الضيف الاخر، انا حكيتها